اليوم على النت: في أوكرانيا المتظاهرون الموالون لأوروبا يواصلون تحركهم. منظمة العفو الدولية تبدي قلقها من توسع معسكرات العمل في كوريا الشمالية. وجملة نسبت خطأ لمانديلا تنتشر على النت. أوكرانيا المعارضون الموالون لأوروبا يواصلون تحركهم على الشبكات الاجتماعية، حيث يعبر العديد من رواد النت عن رغبتهم في التقارب مع أوروبا وعن تنديدهم برئيسهم. ففيكتور يانوكوفيتش متهم من قبل المحتجين بمحاولة بيع أوكرانيا لروسيا. هذا الملصق الساخر الذي نشر على الشبكات الاجتماعية يؤكد أنه لن يبقى سوى بضعة أيام إضافية على رأس البلاد. المعارضة أطلقت أيضاً عريضة على موقع البيت الأبيض تطالب واشنطن بفرض عقوبات على الرئيس الأوكراني وعلى وزرائه، نص جمع حتى الآن أكثر من 135 ألف توقيع. المجتمع المدني الأوكراني يتهم من جهته يانكوفيتش بالفساد، ويطالب من خلال هذا الموقع بفتح تحقيق أمريكي وأوروبي حول ثروة الرئيس وابنه ألكسندر، بما في ذلك تجميد حساباتهما المصرفية وتصفية الشركات التي يمتلكانها. هذه الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية ونشرتها منظمة العفو الدولية تظهر اتساع معسكرات العمل في كوريا الشمالية من خلال إضافة مبان جديدة إلى هذه السجون، بحسب مقارنة أجرتها المنظمة غير الحكومية مستندة إلى صور التقطت في السابق. منظمة العفو الدولية التي أشارت أيضاً إلى تكثيف الحماية الأمنية حول هذه المعتقلات التي تضم سجناء سياسيين، أبدت أيضاً قلقها من احتمال زيادة عدد المحتجزين في هذه السجون في ظل ظروف قاسية، حيث يتم إجبارهم على العمل في المناجم أو في الغابات. سجون تجري خلف قضبانها عمليات اغتصاب وانتحار، وفقاً لشهادة حارس سجن سابق صورته المنظمة ورفض الكشف عن اسمه. معتقلة سابقة تؤكد من جهتها أنها سجنت لمدة 9 أعوام بسبب انتقادها للنظام، وتؤكد أنها شهدت على تصفية سجنين حاولا الفرار. تقرير يضاف إلى سلسلة وثائق تدين النظام الكوري الشمالي. في مايو الماضي، الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان نشر تحقيقاً ندد فيه بعمليات التصفية والتعذيب في معسكرات العمل التي تضم أكثر من 200 ألف شخص، بحسب تقرير جديد صدر مؤخراً عن الأمم المتحدة. Have I Been Pwned هو اسم موقع يسمح لرواد النت بالتحقق ما إذا كان بريدهم الإلكتروني تعرض للقرصنة في السنوات الأخيرة. ولمعرفة ما إذا كنا من ضمن الأشخاص المعنيين بالثغرات الأمنية للبريد الإلكتروني هذه، يكفي إدخال العنوان الإلكتروني إلى هذا الموقع الذي أسسه خبير المعلوماتية الأسترالي تروي هانت. خوفنا ليس أن لا نكون على المستوى المطلوب، خوفنا أن نكون قادرين إلى حد اللانهاية. من خلال نشر هذه الجملة، العديد من رواد النت أرادوا تقديم تحية وداع لنيلسون مانديلا، لكن بطل مكافحة الفصل العنصري لم يقل هذه الجملة أبداً، بل كتبتها الكاتبة الأمريكية ماريان ويليامسون في كتاب صدر عام 92 ونسبت خطأً للزعيم الجنوب أفريقي الراحل. إليكم حفل زواج لا يشبه ما شهدناه سابقاً، فأدام بون وعروسه أعدا لأصدقائهما وعائلتيهما مفاجأة خلال مراسم الزواج من خلال مبارزة ما بين العريس وفارس، إضافة إلى مجموعة من النينجا. أداء أسعد على ما يبدو الحضور ويلقى رواجاً كبيراً على النت.